نعمة فريم رئيس المؤسسة المارونية للانتشار مرشح عن دائرة سروان جبيل. هذا البلد ما بقى أقبل ضلني فيه، إذا هالبلد ما لح يصير الطموح كل لبناني. شعاره الإنسان أولاً، شو رح يقول بنهاركم سعيد للبنانيين عن تحالفاته، برنامجه الانتخابي ومشاريعه الإنمائية والاقتصادية. إذا بتضلني لبناني أنا مش قبلين تكون عندي علاقة مع فشل، بدي يكون عندي علاقة مع نجاح. نهاركم سعيد، تنين 2 نيسان 10 الصبح على الـ LBCI والـ LDC.